اول مشكله معانا اللي هنتكلم فيها النهارده موضوع اللدغه. اللدغة يعني ايه بقى اللدغه يا استاذه اسماء؟ بصي، هو اللدغه ديت اضطراب من اضطرابات اللغه، يعني في اضطراب معين بيحصل له فبيبتدي يطلع الايه الحرف مش مظبوط او النطق الصوت مش مظبوط. ده نتيجه ايه بقى؟ نتيجه اكتسابه الخاطئ للكلمه او عدم القدره على الاكتساب الصحيح للكلمه نفسها. بيبقى في اسباب بقى كتيره للموضوع دوت. طبعا اهم سبب بقى حضرتك اتكلمتي عليه في اول الحلقه اللي هو بقى ايه؟ التدليل بقى. وان طبعا احنا مبسوطين ويلا حبيبي قولها تاني وقولها تاني، ونفضل احنا نكلمه بنفس اللهجه. يعني عارفه تخيلي الطفل مثلا عنده مشكله في حرف الراء، نبتدي ايه نكلمه بنفس الطريقه، يلا مثلا يقول له يايا، يعني حاجات كده. بصي لا، ونجيب له كلمات فيها حرف الراء كتير علشان هو يقولها واحنا نستمتع. زي ارنب انور في منورنا والحاجات دي هو يقولها بقى ايه بحرف الياء او حرف اللام او كده. ده بقى بالنسبه لنا احنا استمتاع جدا، وعاملين ايه نقول له وهو عمال يتكلم واحنا مبسوطين بالموضوع ده. مش كده، الموضوع دوت بيكبر بقى معاه لحد ما بيلاقي نفسه دخل في مراحل كبيره بقى، خلاص كبير وبيتكلم بقى بحرف الياء او بحرف اللام او في حرف تاني واقع عنده. فدي بتبقى مشكله، ومشكله بقى كبيره، احراج بقى يبتدي يحس بالاحراج. نبتدي نقول الاسباب. الاسباب انت قلتي ان احنا ممكن نكون احنا مبسوطين او بندلع فيها او فيه، واحنا بنخليها تمادى فيه. انا عايزه اعرف بقى دي اسباب ممكن تكون خارجيه. لا، هي في اسباب، في اسباب عضويه او اسباب هو مولود بيها. ما هي في اسباب بقى، في الاسباب بتنقسم الى نوعين، في عضويه وفي سلوكيه. السلوكيه اللي احنا اتكلمنا فيها بنقول ان هم بيقعدوا يدلعوا الطفل ويعيدوا له الكلمه مش مظبوطه، او ممكن الام تبقى بتتكلم مثلا ومديه ظهرها للولد بتتكلم بسرعه. الاهل مثلا بيكون عنده هو اصلا مشكله ان هو بينطقش مثلا حرف معين فبيبتدي يقوله للطفل، فالطفل خلاص بيكتسبه على كده. وفيها اسباب سمعيه، ان هو بيسمع الحاجه غلط، بيسمع الكلمه غلط اصلا فبيبتدي يكررها على النمط الغلط، والاهالي بتشجع طبعا ومبسوطه ان هو بيقولها بشكل مختلف، فبيبتدي ايه الموضوع يحصل عنده مشكلة. أما بالنسبة للأسباب العضوية بقى، هي دي بتبقى مشكلة بقى فعلا، إن ممكن يكون مثلا رابط اللسان اللي هو تحت اللسان ده بيكون مثلا الرابط ده سميك أو شديد، يعني أو في رابط تاني زيادة تحت اللسان. ده بيحتاج طبعا عملية إن هم يفكوا له اللسان عشان يعرف يتكلم أو يرتفع لفوق يطلع أصوات معينة. في مشاكل مثلا بتكون في الأسنان، إن الأسنان بتكون مفلجة زيادة عن اللزوم فبيقدرش يطلع صوت السين، يطلعها ثاء مثلا. في مثلا مشكلة تانية، ان ممكن يكون عرض اللسان جوه، اللسان بيكون عريض او مفلطح او كبير. فده بيخلي الطفل ما بيبقاش عارف ان هو يتكلم بشكل صح، او مثلا اللسان بيكون جاي على جنب شوية فبيبتدي يطلع الصوت اللي هو بالشكل ده كده. أيوة. الهواء بيكون طالع من الجنب نفسه. في مشاكل عضويه، دي المشاكل العضويه دي لازم يروح لطبيب، وممكن يحصل تدخل جراحي، وممكن يحصل يعني ايه زي العلاجات او شيء او تمارين، او تمارين احنا هنتكلم عليها بشكل مستفيض. في مثلا زي الشفة الارنبيه برضو بتحصل مشاكل مع النطق، الحاجات اللي احنا بننطقها بالشفاء، الاصوات زي با ما، كل دي اصوات بالشفاء. او في اطفال بتتولد عندها مشاكل زي شبه شلل شويه في عضلات الشفه فبيبتدي ما بينطقش الحرف صح. فدي كلها اسباب عضويه.